رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرحب بالهدنة المؤقتة في الأراضي الفلسطينية. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للوزارات الاقتصادية والخدمية لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة. رئيس الجمعية الوطنية يطلع على سير عمل تنفيذية انتقال أبيان والأوضاع العامة بالمحافظة، ويطلع على حجم الإنجاز بمشروع مدينة سماء الخليج العربي. محافظ حضرموت يطلع على مستوى أداء العمل بالنيابة الجزائية المتخصصة. الشيخ بن حبريش يستقبل مقادمة ومشايخ ووجهاء قبائل الحموم، وتعلن جاهزيتها للدفاع عن حضرموت والاستعداد لكل الاحتمالات.